نشوفه غير في الدبابات، برك نشوفه غير في الكمين، دايرين سايرين بجبيل ثامر. مع الملاحظ ان جبيل ثامر هذا ماهوش مركز امن. نعرفوا احنا جبيل ثامر هذا نعملوه مركز مرور، لان في السلسله اللي كنت نذكر لك فيها نسليسه، لما نعودوا رايحين بوحيل جبل بوحيل نعملوا جبيل ثامر كموقف عمرنا ما عدينا فيه فوق نهارين ثلاثيات، لان المسافه بين الميمونه وبوحيل مسافه كبيره. اما نعملوا نتمركزوا في جبيل ثامر قلت لك ليله، ولما غدوه نكملوا الطريق. قاعدين نشوفوا قلت لك بالنظارات حتى للساعه الواحده من الوحده بدا الدي تاع تاع القنابل، ابدات الطيارات بالروكات، ابدات المدافع اللي من تحت يضربوا. قلت لك بدا القنابل نشوف يعني من الوحدة تقريبا حتى لساعتين ونص، وهو إلا الطيارات تضرب والمدافع زمان الساعتين ونص بالوهي نشوف النيران بدا تشعل، والدخاخين طالعين تاع النفار بداو يضربوا في النفار بالطيارة. نشوفوا في الدخان والنار، عرفناه وانا النفارم لان متعودين بالنفالم، كنت متعودين بالنفالم. النفالم في ذاك الوقت نتذكر وشي هو كانوا زوج طرق تاع النار اللي كانوا يرمون بهم، كانوا اما هذا النفالم، النفالم تجي الطايره من فوق ترمي بتية عباره عن بتية تاع 200 طرنج وفيها تتكركب في السماء وجايه تنزل في الارض، اذا تنزل في الارض تتفرقع، واذا تفرقع يطير الماء اللي في هذاك، والماء هذاك اذا حصل في حاجه يلصق كانه لصق وتشعل النار. علاش تعودنا؟ لان من الاشياء اللي نحترزوا كيعود النفالم نلبسوا القشاشة تاعنا، ولما نشوف تنزل البومب تاع النفالم نجبدوا الكلمونه تاع القشبيه نضربوا القشبيه باش كي تحن النار في القشبيه تاع الصوف نجروا بها وهي شاعله هكاك، لان الصوف يحكم فيها النار حتى نخطو المنطقه اللي فيها النفالم، نطيشوا القشبيه بنارها ونبنوا. وهذا انا منعتني الطريقه هذه مرارا في النفالم، التليفون كان يسال يتحرك ومنع كثير من الجنود نتاعنا الطريقه هذه الاستراتيجيه هذه اللي كنا نتعملها. ف ولو نخرج من الميدان كانت طريقه اخرى ثانيه كذلك نتاع النار اللي كانوا يعملها. فيجوا الطيارات الكبار اللي بي 26 هذوكا لما يفوتوا على مكان يطلقوا شبه مطر، سي دي بتيت كوتلات يشغل النو، لما تقيس الارض قد تشعل تقيس مثلا الحجره تحكوا حجره تشوف كانها دخان نتاع سياره يطلع ومن بعد تلهب. وهذه امر الطريقه اللي استعملوها. استعملوا ثاني كذلك ما نعرفوهاش شبه نفالم، احنا كنا نسموها في ذاك الوقت نفالم، النفالم يرشوها رشان. استعملوا ثاني كذلك تدي مساحه كبيره، تدي مساحه كبيره وترش كانها نار، كانها مطر لما تمشي على منطقه، لان النفالم تاع البتيه هذا كي يطيح ياخذ بقعه صغيره، ولكن الرش هذا بالاخص في المناطق اللي فيها شويه شجر الرش هذا تلقى كانه يرش في جهنم على غابه كامله، لان تشعل تشعل. واستعملوا طريقه ثانيه في بعض الجهات غازات سامه، لان عندنا بعض المجاهدين اللي ماتوا وما عرفناش كيفاش ماتوا، ماتوا مخنوقين، اخرين هبلوا، اخرين في المنطقه تاع نرجع الى المعركة. قلت لك زمان ثلاثة نتاع العشية كفت الطيارات شوف يعني انسحبت، وبعدين اسمه حتى شيء عرفنا وانه
شحالكم؟ لاباس الحمد لله. بس بينهار مبروك. لاباس الحمد لله. هذا نحكوا على المعركه نتاع سي الحواز وجابر. اي هو كتبوا عليها في الشروق. نعم ايه ورديت انا على الجماعه. لاباس قريت واش تعرف وعندك دقيقه بغيت نجيك. قلت لك عندنا ما نسمعوش في الديوان والطائرات اللي فيها انسحبت عرفنا وان بدا الهجوم نتاع المشاة. قلت لك نتاع المشاة سي محمد شعباني امر بعث فرقه نتاع جنود الماموريه نتاعهم هما بعد ما تم المعركه في الليل في كشماي جندي خرج من المعركه والا واش كان باش يستقبلوه وباش ثاني كذلك يحلوا السيركل اي تطويق المنطقه وهذه من العادات لان في الليل كي تفوض المعركه ويضرب الليل فرنسا تحاول تضايق المكان تعمل انونسير كلومون باش ما بقى من المجاهدين يجوا خارجين من المكان هذاك يكملوا عليهم فالفرقه هذه باش تمشي تحل انونسير كلومون اي تحل فايجه في التطويق هذاك باش يمكن للمجاهدين اللي كانوا في المعركه باش يشوفوا وتعطات الاوامر للمسبلين اللي كانوا موجودين تما باش يبدوا يدوروا في الجهاد باش كاش ما منع من المجاهدين اللي يستقبلوه فالفرقه هذه اظن هي راسها الاخضر عثمان عثمان من بن علي رابح اللي مازال حي رابح لانه هما اربعه شهداء في العصابين كان محمد عثمان كان الاخضر عثمان كان عيسى عثمان وبقى فيهم شي ورابح مع الملاحظ وان قبل قلب العرعار كانت كتيبه من الكتائب وانا في التصريحات اللي قلتها غلطت في الاسماء حشاني الشيخ واللي كان مسؤول الكتيبة هذيك وكانوا مستقرين في قرون الكبش مع الملاحظة أن ثلاث أيام ولا أربع أيام بعد المعركة داروا هما معركة وكانت من أنجح المعارك في الجهة إذا الفرقة هذيك فيها 18 جندي مشات من قلب العرعار متبعة للمشارف هي السلسلة الجبلية ما كانوش ينجموا ينزلوا على الأرض ولكن تبعوا السلسلة هذيك مرورا بقلت لك الضلوع مرورا بالناس نيسا وباش يوصلوا زعما الشبكه الحمراء من الشبكه الحمراء كاين المسلك اللي يدي للجبيل الثامر فالدوريه هاي تكشفت في جهه الناس نيسا كشفوها الطائرات لان يعني الطائرات تحلق حول المكان الطائرات من اللي بدات المعركه تمت تحلق من بعيد ولكن ما تضربش وبالاخص الطياره الصفراء والطيارات هذا من اللي حتى لينا احنا في قلب العارجه وداروا يشوفوا فينا ولكن ما هوش لاجين بها بقينا نتعجبوا علاش احنا اللي رانا مكشوفين وباينين جرنا المعركه والجماعه نتاع جبيل ثامر اللي مش مكشوفين واللي مشاو اللي معاهم القاده سي حواس وجابيروش تركزت المعركه كانوا عارفين واش مع الملاحظ ان الجماعه هاي سي الحواس وجابيروش كانوا في المهشم هذه رواية اللي حكاها لي سي محمد شعباني قبل بعدها كانوا قاصدين تونس المهشم من جا؟ المهشم أنا قلت لك جا جنوب الدوكال جنوب باريكا قريب من جبل الدخان شرق المكان اللي راهم فيه ضرب مش غرب لا جا شمال شمال شرق شمال قلب العرعار شمال شرق شمال قلب العرعار شمال شرق شمال شرق شمال شرق يعني كانوا قراب لتونس منا لا لان لما طريقهم من المهشم لو كان جاو باش يمشوا لتونس ما تكونش طريقهم قلب العرعار والله حتى اذا جاو قلب العرعار الميمونه طريقهم باش يمشوا للشرق والشرق وش هو جبال مانعه في الشرق لان كان جبل الكشوم
إيه المركز بتاع شعبة الآخرة، هذا شعبة الآخرة من أروع المراكز اللي كانت عندها في ولاية سلتة، من قسوم إذا يعملوا مسافة قليلة أو مسافة متوسطة هم ينزلوا في شعبة فرص، شعبة فرص فوق فوغالة، يعني بلاصة آمنة. من شعبة فرص مسافة ما شاء الله يدخلوا الأحمر خدو ولا يمشوا لبني فرح، ومن ثم يتوغلوا في الأوراس حتى يروحوا للحدود التونسية. ولكن الاتجاه اللي خضاوه من قلب العرعار إلى جبيل ثامر هو اتجاه المغرب. الشي محمد الشعباني يقول لي وأن القادة في آخر الأمر غيروا الاتجاه تاعهم، كانوا ماشيين لتونس ومن بعد قروا وأنهم يمشوا على المغرب. لماذا قروا؟ هل حسوا بشيء؟ هل في طريقه سي عميروش إلى الولاية السادة وقعت مواجهات من المواجهات مع العدو وضيعوا بعض الوثائق اللي مذكور فيها وأن اتجاههم إلى تونس؟ هل اللاسلكي اللي كان أي راديو اللي كانوا عندنا واللي وقعت اتصالات بينهم بين القادة في تونس شارت إلى طريقهم إلى تونس؟ وهذا ما نستبعده لأن كنت تقريب الجماعة تاع ترانسميشن سليم عارف الله يرحمه ما يكونش الميساج كلير، ما يكونش واضح، ولو بالمورس الحذر يخلي وان اسرار كما هذه ما تمشيش على طريق على طريق الراديو، لان نعرفوا وان فرنسا تكشف الكود وقادرة تستطيع باش تترجم الميساج اللي كاينين. فالمهم وما عنديش تعليق في الميدان هذا مدلي الا بالشهاده نتاعي اللي يقول لي سمو حمد وان الجماعه في اخر الامر هم غيروا الاتجاه نتاعهم قاصدين المغرب. نرجع للفرقه هذه اللي بعثها سي محمد باش تحل التاريخ على قلت لما وصلوا الميمونه تكشفوا نزلت عليهم الطائرات استشهدوا منهم 16 واحد، منعوا منهم الا اثنين، منعوا الا اثنين 16 جرحات كلها في النفيس. ضرب الليل استعدينا احنا في المكان باش نبعثوا فرقه اخرى باش تمشي لجهه جبيل ثامر باش كاش ما منعوا من الجنود اللي ثم نستقبلهم. فلاحظنا وان العسكر ما خطاش المكان، انا هو وقت الليل كامل قعدنا في مكاننا ما تحركناش. لموا غدوه الصباح يشوفوا ان العسكر مازالوا في عين المكان، اذا ما تحركناش. النهار الثالث من الايام مشينا في مجموعة مع سي محمد الشعباني جبيل ثامر، وصلنا هناك بدينا نفركسو ونلقاو المسبلين، راح العسكر انسحب، الجيش الفرنسي انسحب، مجموعة من المسبلين من ولاد رابع من ولاد خالد من ولاد سليمان كلها جات نحو المكان هذاك. هي عادة بعد معركة المسبلين يجوا اللي كاش ما كان شهداء يدفنوهم كاش ما كان. فبدينا نفركسو لقينا بعض الجثث تاع المجاهدين، ولقينا بعيد على القمة تاع جبيل ثامر لقينا الفيستا تاع سي عميروش رحمه الله، لقيناها مضروبة برصاصات على ظهره. نعرفوها الفيستا تاع عميروش، نعرفوها للغاية خلاص. قلت كان عارف والله يغلط لأن عنده بلاصة وين يحط الحزام تاعو، لي كروشيه كيما هكا صفر يجوا على اليمين وعلى اليسار يحطوا فيها. قلت لقيناها مضروبة على الظهر تاعو. يا سيدي فضت المعركة وعرفنا وأن جثة تاع الحواس وتاع سي الحواس وتاع عميروش ما لقيناهاش، جثة تاع عمرو رودريس تاني ما كانش، لقينا الكازما اللي كان فيها سي بعريات، وضيعنا في المعركة هذيك القادة تاعنا تاع الولاية السادة كامل. مرات عمرو دريس اللي كان هو النائب تاع سي الحواس،
منها سي العربي بعرير اللي كان تقريبا هو المخ والفكر تاع النظام تاع الولايه السادسه. ونقول الحمد لله يا ربي اللي استشهد الحواس مع ميروش، وكان بس استشهد الحواس مع ميروش ويروون جنود منها واحد راهو لحد الان في منعه يقول له بغور عبد الملك بغور مش عبد الملك بغور مبارك راهو مازال على قيد الحياه وتاثر في المعركه هذه تاثر الكف نتاعو هذا مكسر كامل تاثر في المعركه وداووه الجيش الفرنساوي وقعد حتى الاستقلال هو يسير وتطلب وراه مازال على قيد الحياه لحد الان راهو في المنعه في منعه. كاين محمد اظن مزياني راهو في بوزينه راهو مازال لحد الان حي في الوراس هذا اللي كانوا حاضرين في المعركه راهو مازال على قيد الحياه. يقول نسمعوا في سي الحواس يقول لهم يموت الجيش كامل ويمنع سي تعمرون لان سي الحواس كان خايف وان يتم بكون تعمروج جاء الصحراء وقتلوا الصحراء وعلى ذلك نكرر نقول الحمد لله اللي استشهد سي الحواس وشاهد الى قدر ان يستشهد مع تعمروج باش ما يكونش فيها ملابسات لان فرنسا كانت تستغل فرص كما هذه باش يقول تعمروج جاء من الصحراء وقتلوا. وهذه من المفارقات يعني تاع اللي دارها ربي يدري القبائل والعرب يموتوا في الصحراء مع بعضهم. الجواب على الكلام نتاعك في احد الاجتماعات اللي حضرت انا مع سي عمروج ومع سي الحواس قبل العمليه هذه بمده وخوضها كيما تحب سي عمروج يدور لسي الحواس يقول له يا الحواس قال له انا احنا مانيش عارف قال له نحضر الاستقلال ولا ما نحضروش قال له بصحراء ويجي وقت الاوقات قال له الجماعه يبدوا يفرقوا بين القبائل وبين العرب قال له بلا الحواس انا نقترح عليك اقتراح قال في العواش واش سي عمروج مع الملاحظ ان سي عمروج يكن احترام سي الحواس احترام نتاع الابن لابوه او التلميذ للاستاذ نتاعو لان نعرف ان سي الحواس كان سياسيا متكون كثير يقول له قلت لك يا الحواس نقترح عليك اقتراح قال له الحواس واش قال له الحواس قال له انا باغي نبعث لك قال له 200 قبيلي من قبيل قال له نخيرهم كل بيض قال له نعطيهم لك قال له زوجهم 200 وحده من الصحراء قال له خير لي الحال شنو داير عندك قال له بعث لي 200 مجاهد من الولايه السادسه يجوا للقبائل قال له نعطيهم 200 قبيليه وشارب صبعه كيما هكا قال له موش كيما هذا محمد طاهر خليفه قال له هذا ابيض قال له هذا يشبهنا لينا احنا قال له نزوجهم 200 قبيليه قال له نبدو نخلطوها درك يبقى خال وبن خال قال له خير ما يجي وقت قال له يجوش وطن قال له يفرقوا بين القبائل والعرب نقول شوف العبقريه نتاع انسان كيما هذا اللي ما هو سوسيولوج ما هو كذا اللي يوصل الى التفكير كيما هذا ممكن يبدو عند البعض تفكير بدائي ولكن بالنسبه للرجال كيما هذا نقول الهام عند الرب سبحانه عز وجل. ففضت المعركة وبدينا نستخبروا على ظروف المعركة كيفاش فهناك نعطي التفسير لماذا الجيش طلع لقلب العرار ومن بعد انسحب الجيش الفرنسي ليلة المعركة الجيش الفرنسي الجيش الفرنسي الجيش الفرنسي فالجماعة المسبلين اللي كانوا تحت والجنود اللي منعوا من المعركة حوالي 5-6 من الناس نظر حكوا لنا القصة كيفاش وقعت القصة كيفاش ليلة 29 قرروا القادة وأن يبعثوا مجموعة من المجاهدين اللي كانوا رفقهم باش يمشوا يحلوا الطريق قدامهم ويفتحوا الطريق ويكشفوا الطريق كباتروي قدامهم دي ديكليرور كيما نقولوا اي الناس باش يحلوا الطريق يفتحوا الطريق مشات المجموعه هذيك وتواعدوا باش يتلاقوا في المقصاعات بدون ما يثبتوا باش من قصاعات فالمجموعه هذيك مشاو كانوا زوج قصاعات
كاين لك ساعات قبيله ولك ساعات الظهره. فالمجموعه هذيك مشات قصد لك ساعات الظهره. علاش؟ اللي قصدك ساعات الظهره هي اقرب مكان الى جبيل ثمل. علاش عملوا هذه؟ باش يبقى السي الحواس وسامروش وعمر دريس وبعرير والقاده يبقوا خفاف. فالتحقوا بالمجموعه تاعهم بعد ساعه ولا ساعتين. ولكن في عوض يمشوا لك ساعات الظهر مشوا لك ساعات القبيله. ضيعوا وقت هذو اللي في ساعات القبيله يستناو في المجموعه، والمجموعه تاع اللي مشاو باش يكشفوا الطريق يستناو في القاده باش يلحقوا. بعد ممكن مده كاينش المسافه بيناتهم بين الساعات 5-6 كيلومتر، ماهيش حاجه كبيره. فالمجموعه اللي كانت في ساعات القبيله وفدوا جندي من الجنود قال لك شكوا، قال لك ممكن القدر في ساعات اخرين. بعثوا جنود راحوا لك ساعات القبيله يجوا يحاولوا واش عملوا واش قال لهم الجماعه راهم يستناو فيكم. مشاو التحقوا بهم ضيعوا وقت كبير. الضيع هذاك اللي كانوا ينتظروا خلاوا ان الوقت ضاع. يلحقوا القاده بالمجموعه تاع الجيش راحوا جري باش يوصلوا لبيت ثمل لان قريب يطلع من النهار. فلما قطعوا الشبكه الحمراء هذه وباش يقطعوا المسلك نتاع اللي يديهم لجبيل ثمل، المجموعه الكبيره اللي فيها القاده قطعت الطريق وعقبت لهي وتخلفوا زوج من الشبان اللي كانوا يرافقوا سامروش اللي جابهم معاه من القبائل شبان باش يدهم سامروش باش يقراو. هملوا ولا تخلفوا ولا تعابا مش مالكين بالمشي مش متعودين. والروايه هذه من ارواح علينا. قلت لك تخلفوا كي جات القوه نتاع العسكر قاصده لجبل ثامر قطعوا بين الشبان هذو وبين المجموعه الكبيره اللي فيها القاده. يحكيو لنا بعض من العسكر نتاع فرنسا الجزائريين اللي التحقوا بالجيش رواو لنا الروايه هذه، ولكن اثبت روايه هي جاتنا من عند الكابيتان بارودي. الكابيتان بارودي هذا عضو من الخليه نتاع الاخبار اللي كونت هنا في مدينه بوسعاده، واللي كان كابيتان نتاع الجيش الفرنسي متكلف بليزونسيان كومباتون في بوسعاده، واللي متزوج بوحده من العائلات الكبيره نتاع الجلفه بنت الحرش فريده، مراه جميله كثير، واللي كانت مناضله مع زوجها لان سيتي ان بوكو كل زوج يلبس لباس تاعو العسكري وتمشي معاه، يمشوا النادي الضباط ويمشوا كذا ويسمعوا الاخبار وشو وقع. قال مثلا وقعت معركه في المكان الفلاني ولا خارجين المكان الفلاني، يزربوا يلحقوا لنا الاخبار على طريق رئيس اللجنه الاخباريه زيان لعور رحمه الله من الاحوال. فبعد المعركة يقول لنا سي بارودي، قال لي أنا شخصيا سمعت الضباط ثم يرووا في القصر كيفاش وقعت المعركة في الحواس، يقولوا باللي راهم حكموا زوز شبان راهم كانوا قاصدين. الخبر جاهم وأن مجموعة كبيرة تاع الجيش راهي في قلب العرعار مشكوك وأن فيها سي الحواس وضم تعملوش ما عرف، ولكن مجموعة كبيرة من الجيش راهي في قلب العرعار في الليمونة، وجات لوبيراسيون قاصدة أي الهجوم جاي قاصد المجموعة هذه. يقولوا أن في آخر الأمر اكتشفوا هذو الشبان هذو بداوا يعذبوا فيهم، سقسوه وين جهة راهي القادة، هل راهم في الميمونة في قلب العرعار؟ قال لهم لا رانا مشينا البارح في الليل من المكان هذا كنا قاصدين البيت. هذا مما يثبت علاش انسحاب الجنود الفرنسويين بعد ما كان كله مستعد للهجوم نتاعنا ورجوع من جبل ثامر. لان صدقنا الرؤيه هذه علاش؟ لان ما فيش وسيله اخرى لكشف الجماعه هذه في جبل ثامر.
اللهم اذا كان جندي من الجنود اللي كان مع المجموعه عنده وسائل الاتصال بالجيش الفرنساوي، هذا من الوسائل الحديثه تاع برك الوسائل الحديثه هذه، ما كانش تليفون بورتابل، ما كانش وسيله اللي باش ينجم يتصل بها بالجيش الفرنساوي باش يخبرهم على المجموعه هذه. هل كانوا مسبلين اللي قادوا الجماعه هذم واللي راحوا خبروا الجيش الفرنساوي؟ هذا شيء ثاني مستحيل. علاش؟ لان المسافه بين هالمكان هذا واقرب مركز للجيش الفرنساوي هو وجه الشعير ولا عين الملح. لازم سياره باش تخبر من الصبح اللي جاء العسكر قلب العرار وتخبرهم باللي جماعه راح ينتقلوا ليه. لازم وسائل هايله. ثاني المسبلين اذا كان واحد مدني يحل البرك تحليل او شبيههم ولا خبر بهم، القاده لما يمشوا سي الحوات وسامروش المسبل ما يتصلش بهم، لان كي تعود مجموعه تاع الجيش ما هو الا القائد تاع القائد العسكري تاع الجيش، يكون برطة مساعد ولا برطة تعريف، هو العسكري او ملازمه، هو العسكري في اقتل اشياء، هو اللي عنده اتصال بالمسبلين، ماهوش سي الحواس ولا سامروش اللي راسا يتصل بالمسبل ولا يشوفوه. لان كثير من الاحيان وان سي الحواس في وسطنا في وسط المجموعه والجنود ما عندهمش خبره.